لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الأربع 23 مايو. النهاردة اليوم بيبدأ والقمر موجود في برج العذراء. عندنا كمان أورانوس وعطارد في التور، وده بيدي يقظة ذهنية وحسن تصرف وقدرة على الإقناع والتفاوض واكتساب المال لمواليد التور والعذراء والجدي والحوت والسرطان. كمان وجود الشمس في برج الجوزاء بيدي كل الطاقة والنشاط لبرج الجوزاء والميزان والدلو. عندنا كمان فينوس اللي هو كوكب الجمال والحب موجود في برج السرطان، وده بيدي أحلى حظ في الحب لمواليد السرطان والعقرب والحوت والتور والعذراء. أما وجود القمر في العذراء النهاردة فده بيدي أحلى حظ على كل الأصعدة لمواليد التور والعذراء والجدي والسرطان والعقرب. أما المريخ اللي هو كوكب الطاقة والحماس والإصرار، فده طبعا مازال موجود في برج الدلو، وبيدي لمواليد الدلو والميزان والجوزاء كل الطاقة والحماس والإصرار، وكمان بيديهم اشتعال في المشاعر والرغبات. أما وجود ثلاث كواكب بيتراجعوا اللي هم المشتري اللي بيتراجع في العقرب، وزحل وبلوتو اللي بيتراجعوا في الجدي، بيدونا فترة هايلة اننا نراجع نفسنا ونراجع علاقاتنا، بس نراجع نفسنا بصدق ونقيم اسلوبنا في التعامل مع الواقع ومع المشكلات الحياتية وكمان مع الاخرين، عشان نلاقي اسلوب افضل في التعامل مع المشاكل ومع العقبات. باختصار النهاردة حلو على كل الاصعدة لمواليد التور والعذراء والجدي والسرطان والعقرب. وعلى الصعيد المالي اشوف انه الاسد والدلو لازم ياخدوا بالهم في البيع وفي الشراء، لان في تنافر النهارده في منازل المال بالنسبه لهم. صحيا اشوف انه الحمل والميزان والحوت الثلاثه لازم ياخدوا بالهم من صحتهم جدا وياخدوا قسط وافر من الراحه. وعلى الصعيد المهني النهاردة الحمل والقوس والجوزاء لازم يكونوا يقظين في شغلهم ويحموا نفسهم عشان ما تتمسكش عليهم أخطاء. والنهاردة ما زلت بنصح مواليد الجوزاء يبطلوا عناد مع الأهل ومع القرايب وفي العلاقات الاجتماعية. واشوفكم بكرة إن شاء الله.